c'est une usurpation. وهذا معناه c'est un détournement du sens de l'histoire. على تاريخ الجمهورية التونسية. Donc جرى كان يضحك ودا بين نعطيه شوية كويوت خليه فما غنوش يزي كسرته. تو مازال كان دستور 59 ولا استقلال تفتح. لا الهاب سيف الدين مخروف ويعيط له ووقف على الكلام اللي قاعد يقول فيه ويصيب هذا السي مصطفى بن جعفر وينك السي مصطفى بن جعفر علاش ما تقومش باحتجاج رسمي كونه نحاول. لا السي مصطفى ما تنساش عمل دستور 1 جوان حب يعمل سطو على رجوع بوليفيا 1 جوان 55 وماذا به لو الدستور كيف كيف 7 نوفمبر 59 صحوا هما وثيقة الاستقلال في عوض في تاهر بن عمار هم صحوها هما يعني عمليات سطو في وضح النهار جهر بعد انا اقول لكم ديما لو سياسة بالنسبة للبعض هي فن بالنسبة للناس بدون مبادئ لقيادة الشعوب بدون ذاكرة ذاكر فن ذاكرة تنفع المؤمنين يزيونا نابورت كوا مازال كان باش يسميوها الجمهورية الغنوشية ولا حاجة أخرى وسي مصطفى بن جعفر يضرب في الدانسة مبنك على روحه ولكن ما شفتوش حتى عمل تدوينة ولا قال ميعوم أنا ساكت سي مصطفى بن جعفر لا تاريخك لا واحد يشبه لك باش تقعد ساكت سي سفيان في 30 ثانية نحب نذكر التوانسة اللي التوانسة مشاو صوتوا في 2019 وعندهم مسؤولية في التمثيلية البرلمانية الموجودة توا وإذا راش الغنوش اليوم السيد راش الغنوش اليوم رئيس البرلمان التونسي فضل شكون؟ فضل أصوات قلب تونس والتواطي نتاع نبيل القرري معاه هذا هو اللي لازم يتقال هذا لازم يتقال للشعب التونسي كونه اليوم بلاش أصوات قلب تونس راش الغنوشي عمره ما كان لازم يحلم باش يكون رئيس برلمان تونس وعلم أنه رئيس البرلمان ماهيش مؤسسة في تونس هو نائب منتخب وقع تجديد الثقه وكانت فما فرصه زاد للمعارضه الكل باش هذه زاد من الفرص